العمل الوطني ويسجل التاريخ بكل الاعتزاز دور الشرطة في كل معارك التحرير ومواقف النضال الوطني، ويؤدي رجال الشرطة واجبهم المقدس بجهود متفانية وتضحيات غالية. ومن هنا نؤكد أن سياسة وزارة الداخلية ليست قاصرة على الاستجابة لمتطلبات تقليدية جامدة، بل هي في توافق متسارع وتفاعل متجدد مع كل ما يفرضه الواقع من متطلبات ومهام، تتكامل حلقاتها في ملحمة أداء أمني محترف لمواجهة جرائم إرهابية خسيسة. انتزعنا منها المبادرة فباتت لا تقوى إلا على عمليات فردية هنا أو هناك، ونحن لها بالمرصاد والتصدي للجريمة الجنائية بكافة صورها ومستجداتها من خلال استراتيجية أمنية متكاملة تعتمد على توفير رصيد متجدد من المعلومات وجهود متواصلة في متابعة تطورات الجريمة والتصدي لها بهدف حفظ الأمن واستقرار النظام العام وتأمين مكتسبات الوطن ومقدراته، الأمر الذي ينعكس على انخفاض معدلات الجريمة وترسيخ الالتزام بالقانون والإسهام المباشر في تحقيق الانضباط بالشارع المصري. كما تحرص وزارة الداخلية على تعزيز قدرات العمل الأمني برفع كفاءة العنصر البشري وتطوير تكنولوجيا المعلومات الأمنية واستكمال المقومات المادية والإمكانيات اللوجستية، وتنطلق المسارات الأمنية لتواجب المتغيرات المتسارعة التي تستهدفها الدولة لدفع مسيرة التنمية المستدامة. ولقد تحددت المهام الأمنية بدقة وموضوعية، وما كان تحديد تلك المهام بمعزل من الحرص على تحقيق المزيد من الدعم للعلاقة الإيجابية بين أجهزة الشرطة والمواطنين، وتقديم المزيد من التيسيرات الإجرائية بالقطاعات المعنية بالخدمات الأمنية الجماهيرية. ويواصل أبناؤكم في جهاز الشرطة العمل ليل نهار متسلحين بقوة القانون